خير الدين الذي لقب بعد ذلك بالتونسي هو مملوك اختطف من منطقة في جنوب القوقاز. القوقاز هي منطقة تأتي على يمين البحر الأسود ولها حدود مع تركيا وحدود في الشمال مع الجمهورية السوفيتية في الجمهورية آسيا الوسطى. فإذا اختطف لماذا؟ لأن هذا كان تقليد في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية التي سيطرت على مناطق كبيرة في أوروبا الشرقية وفي الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، ولإدارة هذه المناطق ما كانش عندها ثقة في السكان الأصليين، فكانت إذا تعمد إلى خطف أولاد صغار 6 سنين 10 سنين 8 سنين ويقع تربيتهم وتنشئتهم في بلاطات القادة العثمانيين ويولونهم مناصب عليا في الدولة في الجيش في الإدارة، وبهذه الطريقة يعني يضمنون ولاءهم، لأن الإدارة اللي ينشأ فيها وإلا الدار اللي كبروا بالنسبة لي هذيك كل حياته، يعني أمه وأبوه وجدوده وعرشه وقبيله بما أنه هو مقطوع من شجرة. وحتى خير الدين في مذكراته، لأنه ترك مذكرات من حسن الحظ سماها إلى أولادي، المذكرات هذه يقول أنه يخطفوه ما يعرفش عمره لكن صغير، ويقول أنه بمرور الزمن نسى كل شيء حتى وجه أمه. يقول في الأول قعدت نتذكر وجه أمي بعد نسيته، وحتى بعد ما أصبح له إمكانيات أنه يبحث عن أصوله فشل في ذلك، ما لازمش يعرف المنطقة اللي خطفوه منها لأن خطفوه هو صغير. إذا بقي في إسطنبول مدة، ثم تم إذا بيعه مرة ثانية إلى أحد ممثلي أحمد باي في الأستانة في إسطنبول، وجاء إلى تونس حوالي 1839، ميلاده حوالي 1920 لكن ما نعرفوش بالضبط، لكن على كل حال في سنوات العشرين. إذا جاء إلى تونس عمره تقريبا 17-16 سنة، وإذا وصل إذا تنشئته وتربيته في بلاد الحسيني في عهد أحمد باي، وإذا أظهر كثير من الفطنة والذكاء والانضباط، فإذا ولي مناصب عسكرية متعددة. تولى في البداية رتبة أمير ألاي، تقريبا رتبة كولونيل، ثم رقي إذا حوالي 48 رتبة أمير ألاي، هذا دائما في عهد أحمد باي، ثم رقي إلى رتبة أمير لواء الخيالة برتبة جنرال سنة 52. بدأت الإدارة وبدأ أحمد باي يوليه مهام من أهم مهامه، إذا وهي المهام الأولى والهامة الخطيرة، هي أرسل إلى باريس سنة 1953 للدفاع عن مصالح الدولة التونسية في القضية قضية ما يسمى بمحمود بن عياد. محمود بن عياد الذي كان وسيطا في حصول الدولة التونسية على قروض واختلس أموالا من تلك القروض، فإذا رفعت ضده قضية، ذهب إلى فرنسا وأخذ الجنسية الفرنسية، وهو بدوره رفع قضايا ضد الدولة التونسية. خير الدين إذا بقي في فرنسا تقريبا 4 سنوات للدفاع عن مصالح الدولة التونسية، وفي نفس الوقت أيضا في الخمسينات من 53 إلى 56 تولى بيع مجوهرات تونسية
حتى تستطيع الدولة التونسية أن تشارك وتدعم الجيش العثماني في حرب القرم المندلعة بين روسيا والدولة العثمانية. والقرم سمعتوش بها القرم؟ وقتاش سمعتو بها؟ القرم منذ سنتين تقريبا تحدثوا عليها برشا في الإعلام لمدة تقريبا شهر ولا شهر ونص. هي جزيرة في شمال البحر الأسود كانت تابعة لروسيا وتم إذن إهداؤها وإعطاؤها لأوكرانيا. استرجعتها روسيا مدة عامين في الأزمة الأخيرة، احتلتها عسكريا واسترجعتها. إذن هذه الجزيرة شبه جزيرة هي صارت حولها حرب بين الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على الضفة الشرقية للبحر الأسود، بلغاريا ورومانيا كانت تحت الدولة العثمانية والشمال كانت تحت الإمبراطور الروسي قيصر روسيا. إذن صارت حرب وشاركت تونس في هذه الحرب واضطرت إلى بيع مجوهرات. خير الدين هو الذي باعها في باريس لتستطيع الدولة التونسية تشارك في هذه الحرب، وشارك تقريبا 10,000 جندي تونسي، وهو مقارنة بحجم سكان تونس عدد كبير جدا ومهول، وأغلبهم ما رجعوش لتونس، فيهم برشا ماتوا، وفيهم أيضا اللي استوطنوا في شمال الأناضول، شمال شبه جزيرة تركيا، وإلى حد الآن هناك قرية صغيرة اسمها تونس. اللي بقاوا من بينهم أسسوا إذا تجمع سكني وسموه تونس في شمال الأناضول. إذا خير الدين إذا بقي في فرنسا من 53 ل 56. هذه مش المرة الأولى اللي يمشي لفرنسا، لأنه مشى المرة الأولى مع خير أحمد بن الضياف وأحمد باي عندما زار أحمد باي باريس في 1846. إذن بقاؤه في فرنسا لكل هذه المدة سيتأثر به تأثر إيجابي وسيرى النهضة، لأن كانت أوروبا آنذاك وفرنسا في أوج الثورة الصناعية، والثورة الصناعية كانت مقترنة بثورة ديمقراطية وسياسية. وحتى بعد رجوع الإمبراطورية، يعني عودة الإمبراطورية مع نابليون الثالث، إذن هناك تفتح سياسي وثقافي وتقني وتكنولوجي وأدبي وفكري. إذن خير الدين تشبع بهذه الأفكار التي سوف إذن تؤثر فيه أكثر وتجعله من المصلحين وتجعل أنه يأخذ مواقف إيجابية أكثر من غيره. عاد إلى تونس في 56. عاش فترة محمد باي الذي تولى من 55 إلى 59، صدر في عهده عهد الأمان في سبتمبر 1957، وهو عبارة على تصريح نص فيه 11 فصل، إعلان حقوق، يعني يعطي حقوق للناس في التنقل، في التملك، في حرية المعتقد إلى غير ذلك، 60 ديكلاراسيون دو دروا، و بعد إعلان عهد الأمان تكونت لجنة لإعداد دستور. خير الدين كان عضو في هذه اللجنة. إذا من 57 بدأت تشتغل، نهاية 57 توفي محمد داي، جاء محمد صادق باي تواصل العمل لإعداد الدستور. وفي نفس الوقت في 1860 قبل الإعلان عن الدستور تم تنظيم الإدارة، إنشاء الوزارة الكبرى بأقسامها الأربعة، تنظيم هذه الأقسام، وضع ترتيب للخدمة داخل هذه الأقسام. متى ما معنى ترتيب الخدمة؟ يعني كم ساعات العمل، متى يبدأ العمل، متى ينتهي، في أي يوم ينظر الوزير الأكبر إلى مطالب المشتكين إلى غير ذلك.
المهم أن خير الدين كان في صلب هذا العمل الإصلاحي، في صلب إعادة تنظيم وترتيب الدولة. إذن قلنا في فيبري عام 1860 تم إنشاء الوزارة الكبرى بمختلف أقسامها. في جويلية 60 صدر العدد الأول من الرائد التونسي. صدر أيضا أول مرة في ميزانية منظمة فيها المدخيل، فيها المصاريف، فيها رواتب كبار الموظفين، كل قائد ما هو راتبه السنوي، الوزير الأكبر ما هو راتبه السنوي. كل هذا إذن في 1860، وكان خير الدين ضمن هذه المجموعة بصحبة الجنرال حسين. الجنرال حسين هو رفيقه أيضا مملوك، وكان أول رئيس لبلدية تونس التي تأسست في 1858. صحبة أيضا ابن أبي الضياف الذي كان كاتب سر أحمد باي، ثم بقي أيضا مع محمد باي ومع محمد صادق باي، ولو أنه حدثت جفوة بين محمد صادق باي وأحمد باي. المهم أنه شارك خير الدين مشاركة فعالة في إعداد الدستور، وصدر الدستور في 1861. فكلف في نهاية السنة بداية 1862 بالسفر مرة أخرى إلى فرنسا، وليس فرنسا فقط وإنما ممالك الأوروبية، لشرح الدستور ولتقديم الدستور الذي صدر بالبلاد التونسية. هذه الحركية الإصلاحية في الإدارة وفي هيكل الدولة كانت بالتوازي معها هناك أزمة اقتصادية حادة. الأزمة الاقتصادية هذه حدثت في الواقع منذ ثلاثين القرن التاسع عشر من جراء تراجع مداخيل الدولة. الدولة كان جزء من مداخيلها متأتي من القرصنة. نشاط القرصنة في البحر الأبيض المتوسط كان نشاط هام جدا ويدر مرابيح على الدولة وعلى العائلة الحاكمة، لأن سفن القرصنة هي قطاع طرق في البحر، سفن مجهزة بالمدافع وبالأسلحة، وتعترض السفن التجارية وتقوم بسلبها وبأحيانا بإجبارها على الرسوب بالموارد التونسية، حلق الواد، غار الملح، صفاقس، وتطلب فدية للذين يقعوا حجزهم، وإذا اللي ما يدفعش الفدية يتباع، اللي أهله ما يدفعوش الفدية يتباع، وهذوما العبيد البيض اللي كانوا يسمون شو يسموه؟ يسموه معلوش، علج وعلجية. إذا كان السوق متاعهم في تونس العاصمة هي ما يسمى الآن باب العلوش، هذاك كان فما بطحة اللي يحجزوهم في السفن هذه التجارية ولا سفن المسافرين، وأهلهم ما يسمعوش بهم ولا ما يستطيعوش أن يدفعوا الفدية باش يتركوا سراحهم، يتباعوا كما يتباعوا السوق. إذا كان، ولكن الأهم هي البضائع، البضائع كانت تدر مرابيح من هذا النشاط، نشاط البلطجة البحرية. هذا النشاط انتهى منذ 1813-14 عندما قامت حملة إنجليزية هولندية بقيادة اللورد إكسماوث بقصف موانئ حرق الواد وموانئ الجزائر وموانئ طرابلس وإنهاء القرصنة بصفة نهائية. إذا تراجعت لو كان مش تسمعوا الوحدة ولا تتفرجوا في الإكرام. ها؟
لا خاطر كلكم كي نصف المرزوقي. إذا تراجعت، عندما تراجعت من داخل الدولة، شنو الحل؟ الحل في الترفيع في الضرائب. صار ترفيعات متكررة إلى أن جاءت 1864. التداين والضرائب. إذا بدأت سياسة التداين، وقلنا أن واحد من الوسطاء محمود بن عياد مد يده وخذ الفلوس وسرق الفلوس وهرب. فشكت به الدولة التونسية، ويذكر ابن الضياف يقول أنه ثم قرض أخذوه من دير لونجي، هي دار بنك فرنسوية، يقول قيمته 70,000 ريال. يقول لا مش 70,000 36,000 ريال. يقول بلغت منها إلى خزينة الدولة 29,000، والبقية طارت بها العنقاء. تعرفوا أنه معناها كما نقول واحدة توها ثلاثة جنون، لأن العنقاء هذا حيوان أسطوري غير موجود. معناها 7,000 ريال سرقوا نهبوا. فإذا تكررت هذه العملية يشجع الدولة باش تقترض وتنغمس في سياسة التداين، وجزء منها يتسرق يتنهب عن طريق الأعوان هذوما اللي هما وسطاء، من بينهم محمود بن عياد، وكذلك حتى مصطفى خزندار. مصطفى خزندار اللي كان وزير أكبر لمدة 36 سنة، وكان هو أب زوجة الزوجة الأولى قبل ما تتوفى، جنينة هذه زوجة خير الدين، جابش منها سبب، وتوفت عام 1870. خير الدين اضطر بعد ذلك إلى مصادرة الأملاك مصطفى خزندار وسجنه، لأن تبين أنه أيضا مد يعني مد يده لمال الدولة التونسية. المهم أنه سياسة التدين ورفع الضرائب أدت إلى عجز كبير، بلغ أقصاه في 1864. اجتمعت الخاصة يعني أعوان الباي والمقربين منه، وبدأ النقاش كيف العمل لتدعيم خزينة الدولة، معناها الدولة على شفاء الإفلاس. وكان هناك قسمين، مجموعة يقولوا نرفعوا في الضريبة الأساسية اللي هي ضريبة المجبر، وقسم آخر يقولوا لا مش ممكن. من بين الذين رفضوا مضاعفة المجبر خير الدين. خير الدين رفض مضاعفة المجبر، وقال راه باش نجبروا الناس باش يخلصوا يلزمنا نصرفوا أكثر من اللي باش نربحوه من مضاعفة المجبر، لأن يلزمنا نجبروه بالقوة، ويلزمنا نجهز الجيوش باش تجبر الناس بالقوة. وحتى بعض البياد اللي كانوا من المماليك، كما المملوك هذا كان في جهة الكاف اسمه حيدر، قال أنا في السنة الماضية وقت كان المجبر قيمته 36 ريال، قال بعت لهم الخيام تحت وتركتهم في العراق باش نجموا دفعوا. كيفاش باش ندفعوا السنة وباش وقت باش يولد المجبر قيمته 72 ريال 72 ريال راهو على كل على كل ذكر بالغ، الذكور البالغين هما اللي يدفعوا المجبر، يعني يوظفوا على كل ذكر بالغ 36 ريال باش يضاعفوها إلى 72. في الآخر إذا المجموعة اللي تدز باش مضاعفة المجبر هي اللي اتصلت وأقر الباي مضاعفة المجبر، وحدث ما حدث أن الناس ثارت ضد قرار الباي، واندلعت ثورة كبيرة شملت كل مناطق البلاد بشكل تدريجي، ووصلت في ماي 1864 كل مناطق البلاد تحت سيطرة الثوار بقيادة علي بن الغنم، باستثناء تونس الكبرى، يعني الولاية توا نتاع بن عروس ومنوبة وريانة وتونس. وجاء الثوار إذا في اتجاه العاصمة، وفي عوض يدخلوا يفتكوا الحكم، وربما راهو تاريخ تونس تبدل، وقفوا في مرناق وجاهم مبعوثين باي وبداوا يتفاوضوا معاه.
وإذا هناك أشياء معناها ذاتية، وقبل علي بن غدام أن يوقف الحركة إذا ما الباي أعطاه هنشير، قبل الباي قال ماذا بيا كان يزيد هنشير لخويا. فإذا عندما علم الناس اللي جاءوا مع علي بن غدام من كل مناطق البلاد بدون استثناء، من الوطن القبلي، من الساحل، من الجنوب، من الوسط، من الشمال الغربي، كل مناطق البلاد، عندما ولات الحكايه بتاع ناخو يا خويا وناخو انا، فانفضوا من حوله، بقى وحده فاضطر للفرار الى الجزائر، بقي مده في الجزائر. بطبيعه الحال الباي رد فعل بتاعه كان عنيف جدا، وجهز اذا محله هي جيش الباي، محله نحو الشمال ومحله نحو الوسط والجنوب، وقامت باعمال قمعيه كبيره جدا ضد السكان الثوار، وخاصه بمنطقه الساحل، خاطر منطقه الساحل هي منطقه استقرار، ما نجموش يغيروا منطقه الثوار. قبائل في الوسط نجم تهرب، يسمعوا بالمحله جات نجموا يبعدوا عليها على المسار تحت الساحل. اذا الساحل منطقه استقرار، سلط عليهم عذاب شديد واضطهاد كبير، خاصة قرى إذا صغيرة ومنطقة المنستير إلى غير ذلك. إذا معروفة محلة أحمد زروق، محلة أحمد زروق ونال ساحل القمع كبير. إذا علي بن غدام بقي مختفيا في الجزائر، ثم قالوا له فما الشيخ طريقة تيجانية من الجزائر، لا جاي من المغرب ماشي يحج، وراه باش يقيم في منزل بوزلفة، وكان تمشي له تترمى في حجره وتطلب منه باش يدخلك على البايرة، وعنده حظوة عند البايرة ربما الباي يسامحك بعد ما كان قايد ثورة ولا يطلب في السماح. فكان الأمر هذاك مشى له، وقت مشى له سمعوا أعوان الباي جاوا معناها جاوا لك شيخ الطريقة، قالوا له سيدنا راه يسلم عليك وراه بعث لك الهدية هذه وهاو كذا. هما يتحدثوا معاه والاخرين مشاو وقبضوا على علي بن غدام، واقتدى اذا الى باربو واناله شتى انواع التنكيل والتعذيب، حتى مات تحت التعذيب في الايقاف في زنداله كركت حلق الود من هذه الحركه. المهم انه بعد هذه الحركه اذا خرجت البلاد والدوله التونسيه اكثر ضعف، وواصلت في سياسه التدين، وكان من نتائجها انهاء العمل بالدستور وبالاصلاحات. وفي الواقع هو احدى مطالب الثوار كانت انهاء العمل بالاصلاحات وبالدستور، يعني الحركه هي ضد الظلم، ولكن من جانب سياسي تطالب بعوده النظام القديم. قالوا ما نحبوش المجالس، شنو هي هذه المجلس ويتشاور ويحكم عليه، نحبوا سيدنا هو يحكم عليه، البي هو يحكم، وفي المستوى الجهوي القايد هو يحكم، لانه هذاك فيه طريق للارتشاء والرشوه وتدبير الراس، ما تنجم حتى انت ظالم تدبر راسك والقايد يسامحك اذا كان القايد ينال منافع من ذلك. قالوا ايضا في احدى مطالبهم اعاده فتح اسواق العبيد، من المطالب بتاع الثوار موجوده هذه معناها ثابته، لانه في الفتره اللي الثوره وصلت اوجها كان مراسلات بين الثوار وحتى القناصر والاداره المركزيه، وعلي بن غدام نفسه عمل الكاشير ولا في المراسلات يطبع عنده طابع موجود، يعني موجود الصوره بتاعه موجوده في الوثائق في الارشيف الوطني. اذا انتهت هذه الانتفاضه بالفشل، وبطبيعه الحال خير الدين كان في هذا التيار السلمي كان يحاول ان يقوم يصلح الامور، لكن غرقت البلاد في التدين واصبحت عاجزه عن تسديد ديونها، ففرضت عليها الدول الدائنه والدول اللي هي تمثل يعني هي شركات في الواقع بنوك، ولكن تضمن فيها الدول. الدول هذه هي الدول اللي وقتها كانت في توسع استعمال هي فرنسا وانجلترا وايطاليا. فانشاوا لجنه ماليه دوليه
للتحكم في الميزانية التونسية 1869. سبقتها قبل ذلك في 1867 سنة صعبة جدا في تاريخ تونس، سميت بسنة شهباء، يعني تضافرت فيها المصائب الطبيعية مع الكوارث الطبيعية مع الأمور الصحية والطاعون الجفاف، ويقول ابن الضياف أن ذهبت بنصف سكان البلاد. ويقول بعض العاقلين، هكذا يذكر في كتابه إتحاف أهل الزمان، يقول بعض العاقلين أنها ذهبت بثلثي السكان. إذن البلاد كانت في وضع صعب جدا. تكونت اللجنة المالية الدولية وترأسها، سمي رئيسا لها خير الدين. خير الدين كان هو رئيس اللجنة المالية الدولية، وهي التي أصبحت تتصرف في الميزانية التونسية. في 1870 سمي وزيرا مباشرا إلى جانب الوزير الأكبر. وفي 1873 سمي وزيرا أكبر. عندما تولى الوزارة الكبرى في ظرف يعني بقي 4 سنوات من 73 إلى 77، قام بإنجازات عديدة جدا ومهمة. من بينها أولا ما بالنسبة للإدارة، فرض على البلاد الإقامة بمناطقها. كان قبل البلاد وظيفة الجايد تشرع، مش واحد يولي جايد يلزم يدفع للبلاد، وكل قيادة وسومها، لأنه هو علاش يدفع؟ خاطر بعد باش يرجع، باش يولي هو يجمع الضرائب. ومثلا أكثر قيادة كانت سعرها مرتفع هي قيادة لا تونس، ما فيهاش قيادة، قيادة لا مش شباب الغرب، قيادة لا ساحل القسم، كان فيه برشا قيادات، قيادة صفاقس، لأن صفاقس كانت مدينة حجمها مهم في ذلك الوقت ولا زال، وما عندهاش حولها قيادات قريبة، معناها المجال بتاعها كبير وفيها الصناعة وفيها الفلاحة وسكانها مستقرين. هذا مهم لأنه فما مناطق تدخل الشمال الغربي ولا الوسط الغربي يهربوا، وقت يجي جمع ضرائب يهربوا، خاطر الضرائب مش تجمع أغلب الوقت، تجمع حل محلة، يعني تخرج محلة في الصيف إلى مناطق الشمال بعد موسم الحصاد، وفي الجنوب تذهب إلى الساحل والجنوب في الفصل الخريف والشتاء، تمشي إلى الساحل والجنوب، يعني موسم الزيتون والتمور. المناطق الداخلية، مناطق القبائل، ينجموا يهربوا، كيف يجي الواحد ما يلقاهمش. صفاقس إذا كانت فيها هي أكثر قيادة يعني تجمع ضرائب، وكان في أغلب الوقت في أغلب الفترات كان فيها عائلة واحدة هي اللي شادة القيادة بتاع صفاقس، وهي عائلة جلول، وهذوما العائلة هذيا وصلوا أنهم يمارسوا القرصنة مع البيت بالاشتراك، بالاشتراك مع البيت إذا يجهزوا السفن لممارسة القرصنة. المهم أنه خير الدين فرض على القيادة الإقامة بمناطقه. كنا قبل كان جاي يشي الوظيفة ويقيم في تونس ويمشي وقت جمعان الضرائب يجمع الضرائب، والبلاد متروكة هاملة، معناها ما حد ما لها البلاد. فالجايد خلوه اللي يشد وظيفه يلزمه يقيم في المنطقه هذيك ما عادش يتحرك. ثم ايضا وضع قوانين لتنظيم العديد من المهن، مثلا مهنه العدول، مهنه العدول عملها خير الدين، موضوع الـ الاحباس، نظم ايضا الاحباس وعمل اداره للاحباس، الاحباس
كان جزء كبير من الاقتصاد تحكم فيه يتحكم فيه نظام الأحباس. ثم أحباس خاصة وأحباس عامة. أحباس العامة اللي يعني لها علاقة بالدولة ومداخلها تحبس على مؤسسات تعليمية وتربوية ودينية، وهناك الأحباس الخاصة اللي هذه حيلة يتخذها بعض العائلات باش الرزق ما يمشيش للانسان. معناها كيف بنته تاخذ من عائله اخرى يقوم بتحبيس الرزق، الرزق نتاعو هذاك بطريقه انه ما حتى حاجه ما تخرج، حتى متر مربع ما يخرج يمشي للورثه من عائله اخرى. المهم انه خير الدين نظم هذه المهنه، مهنه الوحده. ثم ايضا في مجال التعليم هو الذي احدث مدرسه الصادقين في 1875، وسوف تلعب هذه المدرسه دورا كبيرا بعد ذلك في تخريج النخب الاصلاحيه والنخب السياسيه. ونجم نذكر انه من الذين درسوا في هذه المدرسه وكان لهم شان كبير في تاريخ تونس، اولهم كان شكون؟ اول عبد العزيز الثعالبي، ما كانش صادقي زيتوني عبد العزيز الثعالبي، لا قبل مربيت، ها؟ الله يرحمه طاهر جيجي، ومازال كيتوفى، فمازال يعني توفى في التسعينات، لا مش طاهر جيجي، أولهم بشير صفر، بشير صفر لعب دورا يتسمى هو بول الوطنية التونسية في نهاية القرن التاسع عشر، وهو الذي أسس المدرسة الخلدونية. المدرسة الخلدونية هي فيها تلاحم بين الصادقيين والزيتونيين، لأن المدرسة عندما تأسست في 1896 كان دورها تعليم العلوم الصحيحة والعلوم الإنسانية لطلبة الزيتون. طلبة الزيتون كانوا محرومين من العلوم الصحيحة، محرومين من العلوم الإنسانية، ما يقراوش التاريخ، ما يقراوش الجغرافيا، ما يقراوش الرياضيات، ما يقراوش الكيمياء، ما يقراوش الجبر، ما يقراوش الحساب. فإذا تم تأسيس هذه الجمعية اللي ينشطوا فيها صادقيين ويعطيوا دروس مجانية لطلبة الزيتون. وقد عرضها ولاة المعمرين وقتها اللي شدوا الاقتصاد وشدوا البلاد، وقالوا يا زعيمهم هذا فيكتور بكارديير، قال اذا كانت تصير ثوره في البلاد تخرج ثوره في تونس، راهي القاده نتاعها يكونوا من خريجين المدرسه الخلدونيه. اذا المدرسه السابقيه التي اسسها خير الدين تخرج منها اجيال كثيره من المناضلين، نذكر منهم بشير صفر، بعد ذلك سياتي علي بشحامه، بعد ذلك سياتي الحبيب بورقيبه. اذا هذوما كلهم تخرجوا من المدرسه الصادقيه. خير الدين ايضا قام بتنظيم السجون ووضع قانون السجون والسجناء. معناها السجين هاي الحقوق نتاع، اذا كان هذه مش تقاليد نتاع حقوق الانسان، ما لاش نيه تقاليد حقوق الانسان. يعني وضع قانونا للمساجين للسجون والسجناء، الإنسان في السجن كيف يتم التعامل معه، ما هي حقوقه. وخير الدين أيضا شجع على النهوض بالزراعة وتوسع في عهده إذا مناطق المزروعة، وتوسع في عهده الغراسات، غراسات الزيتون والأشجار المثمرة. وأيضا بالنسبة للي يهمنا أكثر، خير الدين هو الذي نظم قطاع الأرشيف، وهو الذي أحدث هيكلا يعنى بوثائق الدولة، ووضع له نظاما محكما ونظام تصنيف ونظام استدلال. معناها حتى توا مش متوفر في الإدارة، رغم تطور التقنيات وتطور نظم التصنيف وتطور العديد من الأشياء، النظام هذا نظام محكم جدا
صالح توا كنخدموا به توا نجموا نخدموا به وحنا خير من الأنظمة الأخرى، خاصة بالنسبة للأرشيف الوسيط أو الأرشيف النهائي. في الأرشيف الوطني عندنا زوز دفاتر اللي هي دفاتر تنظيم الأرشيف، باش نلقاو فيهم دفاتر كبار، نلقاو فيهم تسجيل كل الوثائق الموجودين في المخازن. في الورقة في نتاع الدفتر في الوسط بيان محتوى الوثائق، وعلى اليمين فما كاتب كولون مسطرين، وعلى اليسار فما وحدة كولون كبيرة. اللي على اليسار هي ملاحظات، واللي على اليمين نلقاو كولون فيها المخزن، وكولون فيها بعد المخزن موضوع. الموضوع في الوسط، قلنا بيان المحتوى الوثائق في الوسط. رمز شنو؟ العدد الرف. ملف. الخزان. الملف. الخزان. ترتيب. الكولون الأولى فيها المخزن، والكولون الثانية فيها الخزان، والثالثة. الخزانة ما فيهاش رف. الرياض. الرمز. الحجر. والرابع ايش فيه؟ كلاس. لا مش ملف. كلاسور. 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 عندنا 48 فما كلاسور. الظرف. الظرف. الماس والظرف. معناها كيف يقول مثلا الاتفاقية التجارية مع فرنسا راهي موجودة في المخزن عدد كذا، في الخزانة عدد كذا، وفي الجر وفي الظرف. معناها المسؤول على الخزنة يمشي مباشرة فقط يوصل ويرجع. هذا هي طريقة متاع التصنيف واستدلال فاق العدل. وأكثر من هيك، خير الدين كان أول واحد يحترم هذا النظام، وأول واحد يحترم العاملين بالخزنة والمسؤولين على الخزنة، وكان يطلب كتابية للوثائق. توا أنتم راكم صارت لكم التجارب هذه، بعض منكم يجيك رئيس مصلحة يقول لك وإلا سو ديريكتور ولا موظف يقول لك أعطيناكم عملنا ترانسفير، بالله يجيب لي البوات الفلانية. تقول له أنت عمر لي طلب هذا، يقول لك ليه ما نعمر لكش. تبا خير الدين مش يقولوا له عمرنا، هو ما يبعث يطلب إلا ما يكتب، هو المذكرة ويصحح يحط فيها شنو اللي طالب ويتعهد بإعادة الوثائق. وأنا ثم مذكرة حفظتها للمستعمر قريتها برشا مرات. خير الدين يبعث إلى المسؤول عن الخزنة، كان اسمه محمد الطيب وسلم، أول مسؤول عن الخزنة اسمه محمد الطيب وسلم، يقول له إلى ابننا الثقة الأكبر. معناها قدر أكثر من هيك ما فماش. معناها يقول له ولدي يا ابننا الثقة الأكبر حفظه الله. معناها ابننا الثقة الأكبر محمد الطيب وسن حفظه الله. فالمراد أن توجه دفاتر عسكر الحنفية للوزارة للحاجة بها، وبعد تمام الحاجة بها ترجع إليكم. من الفقير إلى ربه. خير الدين الوزير الأكبر عفى الله عنه. يا فما مرسى هيك، ما هي مش مذكرة واحدة. العديد من المذكرات محفوظة في الأرشيف. في السيت نتاع الأرشيف. خير الدين كان يعني قمة في التحضر وفي احترام القوانين، لأنه هو مسؤول عن الدولة، هو الرجل الأول في الدولة بعد الباي، لكن اللي يباشر فعليا السلطة هو الوزير الأكبر. كان إذا يعطي مثلا في احترام القوانين، في احترام الهيكل، وفي احترام المسؤولين على تلك المؤسسات. إذا المهم أن خير الدين يعود له الفضل في تجميع
وثائق ما يسمى عندنا في الأرشيف الوطني بالسلسلة التاريخية، وهي وثائق سابقة للحماية منذ القرن 18 و19 تقريبا تقديرها فيها نصف مليون وثيقة. هذا الفضل كله يعود إلى خير الدين، لو كان مع خير الدين ما عملش الهيكل هذا اللي اسمه خزنة حفظ مكاتيب الدولة، وأجبر حتى المنتمين للعائلة الحسينية باش يعطي الوثائق اللي عندهم تتحفظ في الخزنة. رانا احنا لا لقينا عهد الامان ولا لقينا الدستور ولا لقينا الغالة العبودية، أرى الوثائق كلها اندثرت هذا، وربما نلقاو آثار منها حديث عليها في بعض الكتب وربما ما نلقاوش، إذا يعود له فضل كبير. إذا خير الدين إذا عندما تولى الوزارة الكبرى قام بما يستطيع أن يقوم به من إصلاحات، ولكنه أجبر على الاستقالة في 1877، تضاعفت إذا مطامع الدول الاستعمارية، وقع في مؤتمر برلين في 1878، وتعتار ضوء الأخضر لفرنسا باش تحتل تونس.